وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد، ويأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن. هذا ويستهل المجلس ابتداء من يوم غد عقد أولى جلساته عبر الشبكة الافتراضية برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، التي يناقش خلالها عددا من البنود المدرجة على جدول أعماله.